مواطنين اشتكون من بيع الشوارع داخل مقبرة النجف، ليتم بعد ذلك استغلالها وبيعها كأراض لدفن الموتى كما أخبرناكم. هذا الأمر يجعل مرور الناس بشكل صعب ومستحيل في مقبرة تعد الأكبر في العالم كما يصفها مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع معا. السلام عليكم. احنا اليوم مقبرة وادي السلام، طبعا اكو ظاهرة كارثية نضعها امام محافظ النجف الاشراف، اللي نتمنى انه يلمس هاي اللمسة الكارثية وهي بيع الشوارع. هسه هذا هاي الكوم تراب رمل، هذا شارع نظامي بالمقبرة الثالثة، طبعا اليوم 6/7/2019 6 تموز. زين، هذا شارع عريض نظامي، دخلنا اليوم لقينا الشارع مسدود. يا بليش يقول احد الدفانه، يقول انباع هذا كوم ثاني مال رمل، يقول بين كل كوم وكوم انباع الدفان الشارع، راح يبيعونا قطع. زين شلون موتانا ندخل لهم؟ الشارع ضيق، ذاك التبليط ذاك كل واحد يطبق سيارته، فمعناته الشارع المنطقه تنسد كلها بالسيارات. هاي الغايه من هاي الخبطه الرمل هذا، تبين تار شنو يسوون خبطه ويتركوها بمكانها تجمد، شنو؟ سد الطريق، سد الطريق على الناس. زين انت اللي تدفن ميتك بالشارع غير ما مبرد ذمه الى يوم القيامه، يعني غير حرام عليك، غير جهنم. انت هسه راح تنزل مواقع التواصل، نتمنى من حكومه النجف الشريفه الاصيله دفان هو لا اكثر ولا اقل، ما تقدروا له؟ هاك هذا التبليط، هذا صب وتركه مكانه، شوفوا قوي صب، هذا ما ينضرب، ما تدخل به سيارات، سيارات اليوم كلها رجعت. 6/7/2019 هذا الشارع التبيض، ذاك شارع بأكمله أسده، والله شنو دفان يريد استفاد ليش؟